السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا متابعينا في قناة إيجريك تي دي زد لأهم أخبار الجزائر اليوم. اليوم متابعينا الكرام سنتكلم عن مواضيع في غاية الأهمية تخص الجزائر. الإمارات متابعينا ما زالت متواصلة بذبابها الإلكتروني في مهاجمة الجزائر، وقال لي البعض متابعين أن أتوقف عن الحديث عن الإمارات، يعني ولكن ما دامت هذه الدولة تتطاول عن الجزائر وشعبها فلن أتوقف حتى تكف هذه الأبواق المارقة عن المساس بالجزائر. ولكي تفهموا متابعين أكثر، اليوم جبتكم ما يقال وما يدور في الساحة الدولية بين الجزائر والإمارات. والآن متابعين الأمور تتطور، لأن الإمارات تريد إقحام المملكة العربية السعودية في صراعها مع الجزائر، ولكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء السعوديين لا يستجيبون لدعوات الإماراتية ويقفون إلى جانب الجزائر. وسنريكم متابعين بعد قليل الحرب الإعلامية القائمة بين الدولة الإمارات المارقة والجزائر. أيضا متابعين في الأخبار سنتكلم عن أن هناك تطورات جديدة وتوترات تحصل في الشرق الأوسط أكثر خطورة. يبدو أن هناك الضربة الإيرانية قريبة لضرب الكيان، لأن جميع المؤشرات التي سأعرضها عليكم متابعين بعد قليل تدل على أن الضربة الإيرانية قادمة لا محالة. ممكن خلال هذا الأسبوع تكون هناك ضربة إيرانية في كيان. فابقوا معنا متابعين لمعرفة التفاصيل. في الأخبار العالمية متابعين، إسبانيا تنقلب على المغرب وتصدم المغرب بخرجة مفاجئة لم يكن يتوقعها محمد السادس. لأن متابعين إسبانيا نشرت خريطة المغرب مقسمة إلى جزئين، يعني هناك الصحراء الغربية في الجنوب وفي الجزء الشمالي المغرب، مما أدى إلى غضب المغرب بشكل كبير. في الأخبار أيضا متابعين سنشاهد مع بعض فخر الجزائر الجديد، المقرئ الجزائري ياسين عمران يفوز بالمركز الأول في جائزة قطر لتلاوة القرآني في دولة قطر، وهذا ما نفتخر به كجزائريين. وبعد قليل متابعين سنشاهد الفيديو مع بعض. أخيرا وفي الأخبار متابعين الكرام، وكما تشاهدون في هذا الخبر المهم، وزير الداخلية يعلن عن استلام 3 طائرات موجهة لإخماد الحرائق. بخصوص هذا الخبر متابعين، الجزائر تتجهز لأي احتمال لنشوب حرائق في فصل الصيف، وتقوم بشراء أكبر عدد من الطائرات الممكنة من أجل تجنب أي خسائر مادية أو بشرية للمواطنين. فهذا الخبر جيد جدا، يجب أن نتكلم عن تفاصيله بعد قليل. كانت متابعينا هذه أبرز النقاط والأخبار التي سنتكلم عنها في يوم هذا. أتمنى من حضراتكم مشاهدة الفيديو حتى النهاية حتى لا تفوتكم أي معلومة مهمة. وأيضا متابعينا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات. ومن دون إطالة دعونا نبدأ في التفاصيل. في تفاصيل الأخبار لدينا كما تشاهدون متابعين في هذا الخبر، يعني قال لي بعض المتابعين في التعليقات علاه ما زلت تتكلم على الإمارات. ها هي الإمارات متابعين أمامكم ما زالت تتكلم عن الجزائر. في الحساب هذا متابعنا يعني يسموه الردع أبو ظبي يقول وجه كلمة اللي تبون، يعني هم الآن متابعين ما زالوا يتهجمون على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وما زالوا يتهجمون على الجزائر، فبدوري يجب أن أنتقدهم ويجب أن أتهجم عليهم في المقابل. وكما ترون المتابعين هذا خبر عاجل متابعينا، دولة الإمارات العبرية المارقة ناهبة لثروات الدول العربية والتي تسرق الذهب السودان عن طريق عاملها حميتي، تسرق الآن أشجارا وأثار اليمن النادرة من جزيرة سقطرة وجنوب اليمن. يعني كما راكم تشوفوا متابعين، هذه دولة الإمارات تسرق حتى الأشجار من الدول العربية، وهذه الأشجار اللي راكم تشوفوا فيها متابعينا هي قادمة من دولة اليمن الشقيقة، فهذه دولة خبيثة يجب أن نحذر منها متابعينا. أيضا متابعينا في الكرام، فيما يخص بالعلاقات بين الجزائر وسلطنة عمان، هناك نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي متابعين يقولون فزعة العمانيين تضامنا مع الجزائر في حملة الذباب الإماراتي التي تستهدفها ملفتة للنظر. يا ترى ما السر بين سلطنة عمان والجزائر؟ وبالفعل متابعين هناك عدة حسابات تكلمت عن هذا الموضوع بأن سلطنة عمان والجزائر يتحدون دائما في المواقف الصعبة. وكما تشاهدون هناك تغريدة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي تتكلم عن العلاقة بين الجزائري وعمان، وتقول الأشقاء العمانيين يتضامنون مع الجزائر في حملة الذباب الإماراتية التي تستهدفها. فنشكر الإخوان العمانيين لأن
عمان دائما كانت بين جانب الجزائر كما كانت الجزائر دائما بجانب عمان. المتابعين هناك خبر آخر، خبر خطير جدا، هو محاولة جر المملكة العربية السعودية في محاولة لمعاداة الجزائر. وكما ترون هناك تغريدة على تويتر تقول حسابات تابعة لأمن الإمارات في هذه المنصة بأسماء سعودية لشتم الجزائر، وحسابات بأسماء جزائرية تشتم السعودية. متابعين هناك ذباب إلكتروني إماراتي تقوم بتجنيده الإمارات وبإنشاء حسابات وهمية تتظاهر بأنها جزائرية والأخرى تتظاهر بأنها سعودية من أجل ضرب الاستقرار بين العلاقة بين البلدين. ومتابعين محمد بن زايد يحاول جر السعودية معه في خلافه مع الجزائر، هذه معلومة مبنية على بحث ومتابعة فاحذروا. بالفعل متابعين يجب الحذر من هذا الأمر. هذا متابعين كما ترون، لكن السعوديين متفطنون لمحاولة جرها لخلافها مع الجزائر كما تشاهدون متابعين. هذا النشط السعودي في تغريدته على تويتر ينشر حول الجزائر ويقول: للذين ينشرون الإشاعات عن الجزائر والتبديع، الجزائر على الذهبي المالكي والسنية، شاهد حفظة كتاب الله في إحدى ولايات الجزائر، ولاية أضرار وحدها تعتبر أكبر من بعض البلدان سبحان الله. وهذا متابعين يقصد الإمارات، يعني ولاية أضرار وحدها فقط كبيرة، وهذا ردا على الإماراتين الذين يقولون بأن السعودية والجزائر في عداوة. أما في الخبر الآخر متابعين، كما تشاهدون هناك إسبانيا تنقلب على المغرب وتصدمها بخريطة، يعني أدت إلى غضب المغرب بشكل كبير. كما تشاهدون متابعين في صفعة مدوية جديدة للنظام المغربي، موقع إدارة الملاحة الجوية الإسبانية يصحح الخريطة ويضع المغرب في حجمه الطبيعي لا سيادة له على الصحراء الغربية. أما في آخر التطورات متابعين المتعلقة بالشرق الأوسط، هناك تطورات خطيرة جدا متابعين. هناك صفحة الأحداث الأمريكية تنشر الخبر حول إيران وتقول: وزير الدفاع الإيراني، لقد تم اتخاذ قرار للانتقام من إسرائيل، سنوجه لهم ضربة قوية. كما تعلمون متابعين في الآونة الأخيرة قامت أكيان باستهداف السفارة الخارجية لإيران في سوريا، مما أدى إلى موت العديد من القادة في الحرس الثوري الإيراني، والآن إيران تهدد بضربة انتقامية. وبخصوص هذا الخبر متابعين، هناك تطورات حيث توصلت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى تفاهم مشترك، حيث أكدت إيران للولايات المتحدة أنها لن تستهدف المنشأة الأمريكية، وقالت الولايات المتحدة بدورها أنها لن تتدخل إذا قامت إيران بالانتقام من إسرائيل. بخصوص هذا الخبر متابعين، يعني كما تعلمون هناك العديد من القواعد العسكرية الأمريكية المتواجدة في الشرق الأوسط، يعني هناك قواعد متواجدة في الأردن مثلا وفي قطر والعديد من الدول العربية، فبإمكان إيران أن تستهدف هذه القواعد بكل سهولة. ولكن الآن أمريكا تتفق مع إيران وتقول لها يعني لا تستهدفي قواعدي، في المقابل يمكنك ضرب أي هدف في إسرائيل. هذا ما قالته متابعين الولايات المتحدة الأمريكية. وكما تشاهدون متابعين في هذا الشعار، هذا هو الشعار الحرس الثوري الإيراني على منصة إكس، ويتحول إلى اللون الأحمر للدلالة على الثأر. يعني هل تكون متابعين هناك ضربة انتقامية في خلال الساعات القليلة القادمة؟ هذا ما سنشهده متابعين خلال الأيام القليلة القادمة. في آخر الأخبار والتطورات المتابعين بخصوص الشعب الجزائري والمواطنين الجزائريين، المقرئ الجزائري ياسين عمران يفوز بالمركز الأول في جائزة قطر لتلاوة القرآن في دولة قطر، كما ستشاهدون الآن متابعين في هذا الفيديو. في المركز الأول حصل على 98.6، القارئ ياسين عمران من الجزائر. مبارك ياسين، تفضل ياسين. مبارك ياسين، ياسين عمران على المركز الأول في هذه الدورة السابعة من الجزائر، وحصل على 98.6. مبارك ياسين، مبارك ياسين. والآن متابعينا دعونا ننتقل إلى الخبر الآخر، حيث أعلن وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد اليوم السبت عن استلام 3 طائرات جديدة موجهة لإطفاء الحرائق، في انتظار استلام طائرة أخرى.
وذكر الوزير إبراهيم مراد خلال زيارته إلى الوحدة المركزية للحماية المدنية بولاية الجزائر بضرورة تجنيد كل الوسائل بصفة استباقية هذه السنة بما يضمن مجابهة مثل المخاطر المرتقبة بالموسم. وكان وزير الداخلية قد كشف شهر فبراير الماضي أن الجزائر تتجه لاقتناء 6 طائرات جديدة موجهة لإخماد الحرائق تحسبا للصيف المقبلة. وقال مراد أنه بالإضافة إلى الطائرة الإطفاء ذات السعة الكبيرة 12,000 لتر التي تم اقتناؤها السنة الفارطة من قبل وزارة الدفاع الوطني، فقد تم تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية مباشرة إجراء اقتناء 6 طائرات إخماد الحرائق ذات سعة 3,000 لتر من طرف الشركة التاصلي قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية. وأضاف إبراهيم مراد أنه سيتم استلام 5 طائرات قبل نهاية شهر أفريل 2024، في حين سيتم استلام الطائرة الأخيرة قبل نهاية السنة الجارية، فضلا عن مباشرة إجراء استئجار 7 طائرات أخرى لإطفاء الحرائق. أخيرا متابعينا، وفي الأخبار دعونا نشاهد آخر الصور واللقطات للمساعدات الجزائرية وهي تدخل قلب غزة. الغريب في الأمر، الجزائري لا ينشر ولا يغرد مثل ما فعل المغرب في 40 طن عبارة عن حيويتين فقط. بعد أيام من وصولها مطار العريش عبر طائرات عسكرية، وصل إلى معبر رفح البري جنوب القطاع. أتى المساعدات الجزائرية المحملة بآلاف الطرود الغذائية إلى النازحين الفلسطينيين في معظم محافظات القطاع، وذلك لتعزيز صمودهم على الأرض في ظل انتشار الفقر والجوع والمجاعة خاصة في المحافظات الشمالية. هو إرسال طائرتين عسكريتين إلى مطار العريش محملتان ب 168 طن من المساعدات الإنسانية والغذائية إلى مطار العريش في مصر من أجل إدخالها إلى قطاع غزة. فسجل الجزائر سجل حاضر ومشارك ومتقدم على دول عربية كثيرة فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. فالمساعدات الأساسية التي جاءت عبر معبر رفح تتزامن مع استمرار الحملات الشعبية الجزائرية في تنظيم إفطارات جماعية للنازحين الفلسطينيين خاصة في مدينة رفح التي يعيش فيها نحو 1.5 مليون نازح فلسطيني ويفتقدون لأدنى مقومات الحياة والاحتياجات الأساسية بعد أن فقدوا منازلهم. من جرح غزة الغائر إلى الشعب والأهل في الجزائر، كل الشكر والتحية، كل الحب لبلد 1.5 مليون شهيد على ما يقدمونه من خدمات ودعم متكامل ومستمر للشعب الفلسطيني في غزة. والله الجزائر عظيمة، دولة عظيمة، دائما واقفة مع الشعب الفلسطيني. فالدعم الجزائري بكل أشكاله لم ينقطع طوال أيام العدوان أو في شهر رمضان عن الشعب الفلسطيني، وذلك من توزيع لطرود غذائية على أكثر النازحين احتياجا، مع توفير تكيات مجانية لتوفير طعام الإفطار لمن تقطعت بهم السبل ولم يتمكنوا من توفير قوت يومهم. هذه المشاريع التي بدأناها في جمعية البركة الجزائرية هي بدعم وتمويل من الشعب الجزائري وكذلك من الحكومة ومن الرئاسة الجزائرية، ما هي إلا تأكيد لدعم الشعب الجزائري لأهله في قطاع غزة، وهي ضمن تأكيد الشعار الخالد الذي رفعه الجزائريين: نحن مع الشعب الفلسطيني ظالما أو مظلوما. فالدعم الجزائري رئاسة وحكومة وشعبا لم يتوقف لتعزيز. كانت متابعين هذه أبرز النقاط والأخبار التي تكلمنا عنها بالتفصيل في يومنا هذا. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا ترك الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات. شكرا متابعين الكرام على المشاهدة، وصح فطوركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.